27 حالة جديدة كلها حالات مجتمعية، كما فيها 42 حالة شفاء ولله الحمد صفر وفاة، وهكذا يكون عدد الحالات إجمالا وصل إلى 16635، من بينها 8993 من المخالطين و 188 من الحالات المستوردة والباقي حالات مجتمعية. أما حالات الشفاء فوصلت إلى 15676، في حين أن الشهداء عددهم 422 ليرحمهم الله جميعا. الحالات النشطة لهذا اليوم 537، منها 465 بدون أعراض، 45 بأعراض خفيفة، و27 لديهم حالة حرجة.